سلام. هذا الزبدة الباتر تشيكن، شوف البهارات شكلها يخوف. يا اهلا وسهلا، اليوم رايحين المكان سري، مطعم هندي مرتب مخصص للهنود في نص حارة كذا، تدخل يطلع في وجهك مطعم كبير ودورين. خلونا نروح مطعم الماس. بسم الله. اهلا وسهلا، هي ما كانت الخطه اخت المكان جاهز لي، قلت ادس هنا. المطعم هذا من الاماكن المتوازيه اللي ما تدري عنها، فجاه تكتشفها، اكتشفتها عن طريق واحد من الشباب. تحت تشوفون الشاهي، ما ادري ايش التحضير اللي بياخذون سفري الى اخره. هذا الدور الثاني، القسم العوائل، ففي جلسات الامور هذه. في شيء اللي هو الرولات اللي تحت، معي واحده منهم، خلونا نجربها. هذا المفروض رول الدجاج. نقول بسم الله. طبعا هو محذرني يقول حار، بس خلونا نشوف. فتشوفونه من هنا مقرمشه من برا، وهذه حشوتها من جوا، وفيها العجينه هذه. خلونا ناكلها. نقول بسم الله. حلوه لذيذه، تقدر تاخذها شيء على الماشي، بس كان يقول لي حاره، بس ما هي حاره، ف تقدر تجربها. وصلتنا المقبلات، هذا كان يقول لي انه ليمون او برد او شيء زي كذا، خبز هذا اللي يقرمش. خطه الهجوم حقتنا ما ادري شنو بتصير، بس خلونا نشوف. هذه لا اوكي، احسب انها شوربه، انك تطالب شوربه. هذا زبادي، زي ما انتم شايفين زبادي وخيار او لبن وخيار. خلونا نشوف ذا الليمون ذوقه. اوه الليمون صدق. يا ساتر يا نكهات والحموضة. وصلت الشوربة هذه قدامنا، خلنا نشوفها من قريب ونشوف الفن اللي فيها. الله، هذه شوربة عدس والحركات ذي والنعناعة، ونعطيها الليمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي معها كاتشب ليش مدري. حلوة وفيها شيء غريب واحد، ان الشوربة هذه كريمية، فنفس العدس اللي تعرفه حق الفروان، بس انه مخفف، شوربة كريمي اكثر، ما اديله تقطيصه. بدينا نخش في الاشياء اللي عليها الكلام. هذا اللي قدامنا اللي هو تشيكن لولي بوب. الله 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 الله، يا جماله يا جماله. فتشوفون هذا هو تشيكن لولي بوب، الدجاجة الحمراء اللطيفة. نديله تغميسة هنا، انا ما ادري وش غمست فيه، الله يستر، بس خلنا نذوقه ونقول بسم الله. بسم الله. يا عيني يا شيخ. لولي بوب حلو مصاص الدجاجة. بسم الله. لذيذة جميلة طرية، وهالصوص اللطيف، بس انها شوية حارة. بدينا نخش على الحار. شوف اللي بعده. ايوه هذا دجاج سيبدا مسالة. ايوه هذا سيبدا نون. دجاج ايش هذا؟ دجاج جال فريشي. جال فريشي. أيوة. جال فريشي. سجلوه عندكم. يلا زين عليك، شكرا. طيب تشوفون هذا هو البرياني حقنا، نشوف لنا طريقة ناكل فيها العيشة. بسم الله. هذا الزبدة الباتر تشيكن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نطالع البرياني حقنا، ناخذ لنا لقمة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. برياني جميل والأجمل دجاج الزبدة، أكثر شيء أعشقه في المأكولات الهندية دجاج الزبدة، هذا خرافي. أحب أكله مع خبز النان. تشوفون هذا هو، نقول كذا نديله. بسم الله حار. بسم الله الرحمن الرحيم. مو طبيعي مو طبيعي يا جماعة الخير. في النوع الثاني من الدجاج اللي هو هذا، انا ما ادري وشو بالضبط، لان قال لي اسمه ونسيته. شوف البهارات شكلها يخوف، لكن حنحطها. بسم الله. الله، ممكن شكلها بيخوف، بتحس انه بيصير مره حار، لكن اذا اكلته بتكتشف انه مليان نكهات هنديه وبهارات مره خرافي. طبعا ميزة المطعم هذا انه لو تلاحظ الفئة المستهدفة حقته، مو بنت، الفئة المستهدفة اهل البلد، فقاعد تاكل شيء صح. بسم الله. شبعت جدا، تجربة مليانة بالنكهات،
شيء مره لذيذ. والكميه هذه مهم حقت شخص، ممكن حقت 3 إلى 4 أشخاص. فخلونا نروح نحاسب ونشوف هذه الكميه كلها كم تطلع علينا. ختمها بكرك حقهم، ناخذ من الشباك اللي برا. سلام. شكرا حبيبي. شيك لي الرغوة، شيك لي. ونختمها بهذا الشاهي اللطيف. زكامت بالكثرة اللي أكلته الحوار. مطعم الماس. يجي للخلاصة يعني التجربة الجميلة هذه كلها. والأكل اللطيف وبكم جاء. طبعا الأكل اللي أكلته يكفي 3 إلى 5 أشخاص. خلونا نشوف وش أخذنا. أخذنا باتر تشيكن 20 ريال، برياني 23، باتر نان 9 ريال، تشيكن لولي بوب 16، بيبسي دايت، بيت كور مدري، والله أني مدري وش ذا، بس إنه 3 ريال. التوتا يعني بالزحمة بالطعم بالأشياء الخرافية 75 ريال. يقفل حق 3 ولا 4 أشخاص، يقفل حق 3 إلى 5 أشخاص زي السلام عليكم. هذه واحدة من المطاعم السرية تهدف أهل البلد اللي هم الهنود أكثر منك. فالنكهات اللي موجودة خرافية، والأسعار حلوة، والتجربة نفسها ممتعة. 75 ريال أو 86 نقول التوتال يعني مرة إذا كثر. من أقوى المطاعم الهندية ممكن نجربها، وقليل بأسعاره وكبير بنكهاته. أنا حبيت المطعم ذا. وكم تجربة ثانية وأماكن غريبة. إذا عندكم أماكن حلوة زي هذه تكفون علموني لو سمحتوا، اكتبوا تحت.